بين ثلاث صفات انها يقول لك هذا انا الليني صفه الاستكانه الوجوب والندب والاباحه مجال اذا صار الرسول فعل كذا صلى الله عليه وسلم مثل ما امر مجتبى الكيدبل دونك يقول لك ها اتقفي استكانه اما واجب انا الندب اما اذا خنوا الندب اما تقند مجال tapi cintang kan aku udah asal safari cintang berada kan si cintang kan aku tuh si kan tak kemana ya dok dekat udah turun tuh jadi jadi agar dekari ada kan tidak lupa hati itu yang muskilat kan dengan cerita kamu udah kena tibo ini kalau aku kahana dekari wala wajib kahana dekari ini asal ada juga tak demi masa kalau sebut zaid sebut ibah hati itu sebut lebih yakin sebut jiba tu beda cinta kamu alaiha ibah hati kamu tuh nak sebutnya illa dibeli anak mandu orang tuh dibeli lunas أنا واجب وأنا تندي دليل خا إذا حسيت إنك تبارك لله بري هذا ده يجيك إنك تبتشين هذا أكيد هذا لا مبروك ولا دليل دليل خاطر وفي اتجاه آخر وقنا تغير غيتنا تغير غيتنا يكون الفعل دالا على النبي دل لما من دوبا خني أكوي لأن الفعل لا بد من أن يكون لقربة من دل إنسان أن الله فرنا دربت فيه وأقل ما يتقرب به من دوب يوزن كم كاريتا فسي يوزن كم من دوب من بان فرنا دربت فيه apalagi urim tu ya, apalagi urim tempur ke, angsi tempur ke ni mandi bau. Kalau kita pernah kita berfungsinya sah, kita pernah kita berfungsi. Paling boleh terhad dari benasi asyihat salah. Ya, yakin kita sudah ada kan tentunya. Basun dengannya nafsu dan adili dan sebut itu ni mandi bau punya, walau wajib bau. Dan kulasan dalam afal insan yang mahba. Kulasan yang kita dapat nanti ada mereka mengambil guru-guru. Dan khibarat, aduh khibarat ni mana demfini, tugas ni experience ni. Mana faham? والتدابير على الثورو بين قصر المخ الدنيوية بنادم ثورو والخصوصيات هذا الكذبة كان يجلبه لا تعد تشريعا ولا سنة مطلوبة نفهم سبب أمنا كمين على مساعي أنا كمين على مساعي لا يبقى عندك إلا السلاة والقيا والزكاة والخير والله أمنا كمين على أمنا كمين على مساعي وما يبقى لك والله إلا السلاة والقيا والزكاة والخير نعم وأما ما قصر في التشريع العام بصفة كونه صادرا هذا جرج عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة صارنا هم هم أنه رسول الله صار من صارين فهو تشريع على الأمة اتباعه فيه تشريع على الأمة اتباعه فيه إذا هو تشريع مدين كما ننسينا فارم الله جنات الله جنات أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الثالث دليل سكان لبيغة الدينة بمعنى أعوناك دليل موتي مفسكان لبيغة الدينة ما خلا سكان بي الإجماع كوان من أظن كيبي يوم الله سكان بي دنجي ينطلي فارم سنن دنجي ينطلي أو إجماع ينبت يكي ترتيب كواهو من جنين كلي سريغنا أو في سورة تنتظم قرآن في السنة تنهو أو القرآن أنت تنهي كنت السنة أو أنت تنهي في القرآن أنت تنهي السنة أنت تنهي في القرآن ناتي القرآن ينمره في السنة كان لا تنتكم بيه اللي حديث تنهي تحاسو إيهاي كثيرا باني موالي أنت من القرآن في السنة لكن أبناء هل تنهي بانجنا ما أولي تكتب فريقنا أجمع العلماء يبخاتي قال الله إلا أنه كيف قال الله هذا كيف قال الله ذلك سهل تدرسه لا شك كندو أو أعلم أدو إجماع الله تنمي سوحي إذا نمي سوحي هذا مني كان تدر مي سوحي فارن جابي أدو إجماع الله تنمي سوحي ما الله دال أدو إجماع الله تنمي سوحي كندره إن إجماع الله ساقن إجماع الله تنمي له كي نسأل أكل بيكا كي أفاد سبيل باني أدو كلامي تدر مي سوحي kami awa na ayam bangkun ni berhenti agak sahram di dunia haram mah sirsi batu zahar o yang kofu zahar halakatu zahar awa kucen naib jali menai masukkan ni anak cien kita kami cien merantik anak cien kata jali menai khadan ni godong gerak anak khadan cien dapat kami sana gantinya o iti tuan cuba mu jika berat tu dengan makanan si tuan cuba mu awa nanti akhirnya kita kami dengan bangkun ni anak mohosu tabe dari berat itu kita berikan na kita dikir di adab zifat kimia ala kul hal musul mumin min berkir itu ijma'u awa labda nami dhulli dada nukwani wa adu sunnah kimia ijma'u tu imi ijana
طيب لما نقرا الاجماع في نقرا او في بنت توحري تعريفه الاجماع من كل بنا كل ركنه وشرائطه قلبه بين بشر في بين جاي فينا نتا اجمع العلماء الاجماع له اركان وله شروط لا بد كل من كي في انا انا وصول قرا وانا انا تاخذ من كما قال لي سبن قاتل لك اجمع العلماء اذا كنت عارفا عالما باركان الاجماع وشروطه كمبري او الله يا دبو بي قد قام الله ولا كرم حرام رب من محمد تمن في ادا سندر يا مرجوعه قد من تمام حجي مستنده اجماع قطع من كان انت تو انت لك لك نتا كما كما قرنا قرنا كما قرنا قرنا كما قرنا اخي سبحان الله تعالى كان اذا كان فوق من لا بد يكون لك رب لا بد ان يكون له مستند من كتاب الله او من سنه رسول الله تقرأ عن يعني إجماع في هذا، إجماع في مبان، أنت قلتني لماذا؟ ترى إجماع في فرنسا يقول كيف تكتب الدكتور هذا من كي أو إجماع من الدين أنت مارسنا، كم في فرنسا كم في عند الدكتور كي من إجماع من الدين أنت ترى عندي، كي إجماع هو كده تحسن، ها؟ إجماع جهة نا تحسن، شروط مني يعني، كم ده في عند الدكتور إجماع من الجهال، تام كنت تقول إجماع الدكتور في بانه كم، كده إجماع هو متكون من تام، تام شو الدكتور لا، شروط مني يعني إجماع الإسلامي. حجيته هذا ثبت من حجة دينغروبين فإن أجمع العلماء هذا أنا حجة من دينغروبين أنا نتابع أي أما أخذ بلو بلو فإن أنا أجمع العلماء ويلا كيتا وأوريني أبا أنت قتل النفط أبا حجية كمرين كيا تجد فوقنا حجة أوريني أنت قتل كرسوك النفط أبا تجد أنت قتل النفط أنواء إجماع كغنون مني يعني إجماع صريح ندو إجماع السكوتي ندو وكونوا من هذا الجبل إن كان إن عقاده إجماع نسيتي إن كان خطبه مو سفاكم بس كان يقولي تي أودا كورة إجماعنا أو حجة يعني سريعة إجماعنا أو أسباب تنتهي يعني لكن أنا بدرني أنا أبدا كنت أنا بدرني أنا أبدا لم ينعقد أبدا أنا فاهم إذا رأيت سنة وانا كمان ياتي لأنه لا يمكن أن يعقده بس كنتي كونا جتوان نشوتي كم دينا كيسو يسوانا دوات توانا نشوات دابر توانا يقولنا قاين قطرين من تكنا سوانا يعني كم باني يسوانا نكت مسألة كيسو كان مخانم بدا ستين دي ثانيا يساسوني مغوكو ثالثا يبو خنا كنت كفنا رابعا نتكين لن يانا عاقل في الدنيا تابدون يانا بدا لا في عادي التخاذ ولا في عادي التابعين ولا تابعي تابعين وخاصة نوفو باكي يكوين يساس هر جمان باني توانا باني يا نمتنا كنت ستين دي جمان كي رانينا يجوني توانا يمانشي أنت yang aku belum juga nanti kunjungan dah kor, ni kau nak kerja, kerja kerja, bangku tuan itu tu, ni tuan itu macam, anggar aku belum berkunjung, bangku kulit kutan, mana kita kencam, nanti arah ini arah itu, itu, bangku kau, muka masalah nanti ada ni anak, siapa, anda faham, hakkan ada ni anak, arah ini anak, ada ni anak, anda faham, wala, ikan, ijma masalah usulnya, kuba ni anak, kuba masalah ni anak, mana kuat, jelas kan anda kuat, cuma masalah kan, mana kita nanti ijma kita barang, لقد قاف لم يقفنا أنديك أن مكتبانة بقصوص تعريف هؤلاء ما الإجماع أولا إذا كدرن كنا نبتكون كنا بكل إجماع عنده كان إجماع يسمينا إجماع العلماء العلماء الفقهاء أو الأصوليون أو النحويون أو البلاغيون أو ماذا أما ماذا تريد العلماء ونكون طلقات من إلى بندي ركن من الشروط من بين جاي أذا تريد في غرب إن كما إلى آخره تعريف الإجماع وجمع الإجماع في اللغة إجماع من كل اللغة إما العزم على الشيء إما أن تنقفهم لغة وانت لا يسيري إذا ناتي أجمع فلان وفلان ولا أجمعوا أولي وكلي فاندبر لي وانا أدرسة أجمعت عندي نكل انتين انت مثل من قبل مبرن يقال أجمع فلان على الأمر أي عزم عليه ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم خفنقي خفن من قبل لخم خزارة بن خفنقي وأي اعزموا وإما اتفاق وقتنا يقول أجمع أيريني أو رنانيا مخدمي سرنتو نعم اللغم يقارن أجمع القوم على كذا سرنتو سباك ركيف فلان كما يتفقوا عليه دونك اللغم كمانا مثل يعني نمتنقي بل لبرينا أدو من خصمان مخمبان نمتنقي بل لبرينا صلى الله عليه وسلم فلما ذهبوا به وأجمعوا إذا تنقي أن يجعلوه في غوابة الجب وفي اصطلاح الأصوليين وصول الجمهور كنت فقدناها هو اتفاق المجتهدين ها تعرف كيف ايضا الاجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي انا فاهم كان تعرفه به يجب وعليكم السلام يجب ان يحفظ
أدبتكم كنا تندي يقنان تندي ما هو الإجماع لا تتلاقم ولا تضرب يمينا ولا شمالا ولا تأتي برأي أن كيف أما تكيد أنك لا أدري يلا أصول هو تعريف ليس ملكي أكون قد أهم أدري ملكي أكون قد أهم أخذ كتاب التعريفات من قبل تعريف أيام كتفوس وتواقم نقل إذا نترمي ما قد أهم نفسهم كنا أيا أنا نترمي من الكيف هو إمي أنا problem لي فسي كم هو أجل اسم غيرا كيف يسوس ما نتكلم نو فوق التعريف اندر أمدير أفعال النفسي أنتسو أمتلس تعريف من ذلك كوبان سورة المغر تعريف بدنيا نحن قمون نكو تعريف ممن لغم قمون نكو مثلا مصطلح كيف يدام مخوال الإجماع لغم ممن يقول إيه أغان تابل أهو سولي كلنتو أغوث نتلا دقان لسي اللغان كلنيا نانتو سورة في داكو كيف قاس سرين شوف المجتهدو سورة دي كلنا مرتبة في الاجتهادنا وخجم أنك توانا قبين وفجبنا كفرنا ندكر جدا ميكا ملا يعتبر إجماع لأنه ليسوا مجتهدين لم يصلوا مرتبة الاجتهاد أنا فهم كمنا قدر مجتهدين من أمة محمد فرنجين قولوا علماني إنه كنت لنا أدكوري من فيها وأن علمانية يتاقون جبان النغمة أنا فهم الدين تماسا الدين ما مرسا من إجماعهم لا يعتبر أنا فهم إجماعهم لا يعتبر لأنه ليس من أمة محمد يعني إجابة وإن كان منه دعوة منها دعوة لأن أمة محمد تنقسم إلى قسمين أمة دعوة وأمة إجابة أمة الدعوة تفرد جماعة الله أسورة دعوة أمة الإجابة تنفر بني يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دعوة هذه أنا فهم إذا ما فعلين دين قال له فكيانا من أن نقل كيف يعني يسيري أنا فهم تعني من بريد بريد كيف يسيري جل الله بنا جارك أنا فهم دونك كم غتي كيف يبرئ في لبنان قال الله قال رسول فعلين باتي صلى الله عليه وسلم مثل كل من غاريني مفهوم لا مثلا كل من غاري وقت انتهى ريني انا بدون انتهى تاغل انا كل مثلا مثلا من قطرات او افراد او مثلا تسمى من غما ومثلا اذا حتى في باب تمي اذا اجر ما كي تفرم بابو اجماع مطارب نعطا يوقع تارم قلي انا ليس رسول الله في عاطر من الرسول انت في مغانا انتي تعطر من الرسول اول انا من اول انا 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 مغاسم من انتي لتبتوا انا من عطوبكو مريرات اجماع ورنيا وتتوى من الدار توى من الدار من الدار من كتير من المغلي صارن كي نسكت بنا دكتور كنا تري ما لا وتتوى نسكت بنا دكتور في كم ما وتتوى كي نسكت بنا دكتور في كم ما هر دان نتوى بقى تاخلا ينخلي جنا أنا فاهم ينخلي جنا أم بليس وتتوى نتوى دكتور يعني إيه إجماع ترى بريدة بكا دان نتوى من الدكتور سبب كم وتتوى من الدكتور يعني شو رأيكم يعني نسكت من التنبيه تبع وتتوى من المستقبل من كثيرين كيان غابة برمكيان كيان 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 إنا إجماع برمان تؤرد برجبان أسلاب من دون غابة كثيرين من تقاط الكيكو أسلاب من تقاط أسلاب من تنانيا يعني رأي ما تنغى على حكم سرعي إما سرعي سيكي إما سرعي إما كافر من أبا كورينا نتويا يا خرنا وطرين سنبقى بسجي سارا كم من بسن كي إجماع من غير ناجر الله إما سألة ليس أحكم سرعي إما من دي أحكم سرعي مغمى رأي وأجيبه سفة الخرخاء أي مفاد الفصل أي أتيام الأمان أن الإجماع لا بد فيه من الاتفاق على أمر من الأمور فقلوا من نسيح كما قلت فيه وأن يكون أنك صابرا أذبك جردا من المجتهدين الذين تتوافر لديهم كودين أذا مخبطين أكو أهلية الاجتهاد الضغطة أو أهلية الشيء من ما هو العام لا يعرف وما هو الخاص ولا يدري وما هو المطلق ولا هو المقيد طيب بأية دلالة أخذت هذا الحكم من النص العبارة الإشارة الدلالة أو الاقتضاء هذا ما في غزور النص الصريح تعرف لا أعرف والكناية والمجاز والحقيقة لا يعرف المشكل والمفسر والمحكم والمعين لا يعرف أخي كي هذا أكيد فوقنا جنان كم نتا كتاب يا ريبا فوقه أن باغرا فان بغا نتيا بغا نتيا بغا نتيا بغا نتيا بغا نتيا خهرا غرفا نتكي طريقة بغا نتيا إذا كان هذا ليس من سيدنا أنا يجينا طريقة ما يكون إذا بطر في كما هو بعنا سري بطر في خلص مين فضل الله إذا خلص كم كم آخر شيء كفر جبه أنا فاهم لكن إذا رجعت لي تخاف الدنيا في جبه أنا ما أدري بطل كم الدنيا أنا فاهم هذا مهم جدا من الدنيا في جبه بس لكن إذا رجعت لي تخاف منها ولا بني كل شيء كنترول كيف ما يكون أنا هرجع ما كم من فيها وأنا كلها وتكلم من أكلم رجع إذا بكم بكم من أنكر من جلابنا إنما يكون الإجماع بيرات مراوة نعم يعني يكون الاتفاق من جميع المجتهدين أتنسوا
فالهر مغني ما تكيانه بغاف الإجماع اللي في إجماع ماذا ما ذلك؟ في إجماع تقول سرطة مياني بغن تسوى فيه ويسوى فيه هذا إجماع أما تربان لك تتنجون غنجا مخالفا لك لا يسمى إجماع لا يسمى إجماع فلا يعد إجماعا من زمن مغني وانت سوى تحصيل من كم الأرضين من زمن أجل لنجا يدك سرعي أكثر من سهدي من سهدي من فوق بنات إذا كنت أرى خالد جنبه أنا أقول لك الجمهور ليس حجة أنفر الجمهور ليس حجة مثلا مسألة أنا أريد أشعر قيامه في التنطل ليس ريان كم من وقت هم في تأثير منه بانا أنت أمنا تقول قال الجمهور ولا تقول قال الإجماع الجمهور كي كتنم أنا أقول أمي سوانا دعنا أتمنى أنه ليس حجة من زمن من زمن أنا أقول لك هذا الجمهور kaya gani akhir ke de ko dada de ki ajumura sugamu oga ta dan ajumur ja ta ala tul khan kal jumur ana fa jumur to ana ma kha matela ngade plan to se ajuna de ole na aur ni ate tele tuana ana kal jumur kendra de tuana na mat ma khada jumur asli na ha ke hada wala ijma ahli al madina ke gat kunte المدينة نقول دكتوري لا في إجماع المستخدم كلهم أما إجماع للمدينة كما يدعي يحضر إبانه هو مالك نقول لديه لكن عمر أهل المدينة لا ولا إجماع للحرمين ما كنت من المدينة نقول أنت حرمين بنتو لنشوك بكياي هذا لا إذا هذا أننا وصول القرايا والله يا أخي الناس أنا أنقاو الدنيا نفوق أنا أنقاو الله فوق فبدو يجبنا أرو فبدو يجبنا الناس بس أننا ما وصول القرى فبدو جرامنا من كتنا أننا تمنى تسنكنا الله أننا الدين أمولا anta na kuma wajiban annan ta annaki raga kan wajiban annan anfa tayi wahdahu iban wala ijma'al masri ma misrayn afwan madab urum fil ijma' min adamina al basra wal kufa basra da kufa gaira wahdahu iban wala ijma' shaykhay wala anta abu bakr da umar da kurke wala ijma' fil dar rashidin wala fil dar rashidin min da kurke arba'a iban na sabir in kuntum darbu wala ijma'al baytin da barin kadun kunu qasu sugam kai kai sun tadi علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين رضي الله عنهم. أنا فهمت. أصول الجيل من الكرم تني أنت تري بكا أنت تري بكا أنت مذهب وجران بكا هناك قواعد يسير عليها العلماء. فمن صار عالما سار عليها كما يسير العلماء. بس. فرضنا قلت أنا كذا جرينا ناس جماعتي غدالي في عند مدينة كنت عند والله كيف الناس رمي أكبر. أنا تقول لا إله رب له لا إله رب له قوم. من مخالف الجاني غزال الذي لا يرد له قول وصول من المدرك يقول الرسالة هل هذا صحيح؟ لا يرد له قول سرين من يمس الله كما هنا لا يرد له قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم فارغ لك أنتم يعقيدا من يعقيدا أنتم بقى هل أنتم يالا أنتم وصول إما تسنابا أنا وصول إما تسنابا لا يرد له قول ورنا قول حجنا فذلك كما قال الله قرن لقاتل حجة الإسلام أو رمتين الحجة إلى الله أن تبع إلى المكان بكال الله أصلا أيضا لا بد من أن يكون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤد اتفاق أهل الملل الأخرى النصارى واليهود والمجوس وغيرهم إجماعا شرعيا وانت كي يكون هذا مفهوم وانت كي يكون من سريان إجماع وانتين لاختصاص الإجماع داوني إجماع ما قرر في أدلة الشريعة سريان كم دليلنا بأرض الأمة المحمدية التي ثبتت لها العصمة عن الخطأ من الخطأ ثم أمر موتهم قوي كن يادنا زم سيدك كن يلي إجمعهم داني كنا عصمة نسبت لهم تنغندو الله تنغندو فارجع صلى الله عليه وسلم من سنين موتهم ما أو لا تلتم الأمة على خطأ أعرى طلالة من موتهم ما إنت ميكة في الموى بدا تنفو كما إذا من موتهم كتوا من كتبا فرفوفو كما كم كن كنت سيدنا ولا يناقض الإجماع في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول بان الله فارنا إن وافق المجمعين مجمعين بكثر من أفضل بان فارنا الله قلنا إن وافق المجمعين والله قلنا يدو إجماع كيف يكون من عظم بدامي على الحكم كي جمع كو فارن كي يعني سايدا نشو مثال كان تمدن يعني وفارن كي يعني سايدا نشو سودا غاراي عراي نشو سودا كوريا نا إجماع ما إدارك فارن إدارك فارن إدارك كان الحكم سابقا بالسنة كندي سبحان الله كيف يعني سبحان بسنة أجمع الصحابة انتم يا أثبت السنة لا فارغ الدنيا بانا يتقريبا كم رأينا السنة أنظام لا بالإجماع أنت قلت أنت إيه إجماع كده قدره إن خالفه يلا أغنى يقول إن سوخي سقط اتفاقه
ولا يتم الإجماع إلا على حكم شرعي كالوجوب أو الحرمة أو الصحة أو الفساد. إذا في إجماع عنده أو أفوق سريان كيتين هذا سريان كيتين هو واجب أفو أسودم تكي نواجبي أسودم تكي هرام تنين أسودم تكي سهان تنين أسودم تكي بنا تنين فلا يعول على الإجماع أنت تكون إجماع من كما أنت تكون ما أنت تكون كنت إجماع من ذلك في الأمور اللغوية كل أمور في سسودنا بكوري أو ما لا يذكر ما جل ما لغن ما نبي إذا لغن جل إن شوتي كل ما يريد كي وأنت بكم يا غاتي كل إجماع أصول شرعي عن جل من جلات مريم كقول الفائل تعقيد هو أو إنه كل سبب بكر من الفائل اللي تعقيد هذا أنا بقول أو القضايا العقلية ما في بين حكم يا جل غن كل سبب أنت كنا أنت كنت تحسن من الإجماع الشرعي من يكون كحدوث العالم هو حق لي سورة جنا سورة غاسيلة سورة جنا تشاره جنا تشاره ها كوداري ما مني جنا ريا تشاره فكرمني حق لي سورة سورة كل اللي مني كات جنا كير خلاص سينا إياه بس مني جاوس ما أكون تينا مليار جات في تينا كونان تينا مني تشاره ده كنا كنا أو كات مليار جانا مليار مني نحط تينا أول مني كده كنا تشاره ده كنا نعم لكن كي إيه سانشي نه يفوق كفاية يفوق كفاية إذا أنا ده جنا ده ما دين مليار كين جنيا تربل ما أنتوا بولو بني تباري نعم إذا في بني كم قرأت الدنيا كثارة كم كثارة كيف سلوك كثارة كثارة مو كثيرة problem باتين كلا هذا تجربة ما كثارة بقى explosion يعني يمكن يكون كنا في كتير يعني هذا فوق بول هذا explosion هذا هذا بني 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 هذا بني بني هذا فاسق كله زي كم يكون كنا زي هذا كله زي كم أنا فاهم لا في هذه يعني فلسفة الفكر إذا كم كنا قضية عقلية يعني كم أو الدنيوية هذه سلوك ممكن هذا كم كنا حكم شرعي هذا ده هارب وانا نرجع ده على نفسه أي الدنيوية مزناد خلال كالآراء وآرائنا والحروب والختم وتدبير شؤون الرعية لنظام فهم في نيسا بالمن خمم به ونخيار كنت من أخوال العرف بالله من الأهال والعادة التي لا تتعلق بها أفعال المكلفين في بين ذو المكلفين ذو المكلفين فبركم الإجماع وشرائطه كم رجل أنت تعرف من كنت كنت إجماع من كنت بندن هذا دائب على شرط ليس للإجماع إلا ركم واحد بندن بانان بالمعنى الدقيق للكلمة عندك معنى جبنة كلمة كي معنى جبنة معنى ركن المعنى الدقيق ركن يمنى المعنى الدقيق كلمة بمبنى دا داخل دا أو الجسم من داخل دا بطل هذا هو الركن بالمعنى الدقيق أنا فهم الركن وهو لكلمة الركن هو اتفاق المجتهدين بمبنى قولة كي يمنى كي يمنى بطل وما لم يحصل الاتفاق بينهم لا يناقض الإجماع ما فرناته اتفاق من الجسم لخم لا إجماع إجماع ويشترط ويشترط شرط مدين دار انت بالله إجماع ستة شروط شرط مدين شرط مدين مثلا هي فنا أن يكون القائمون بالإجماع عددا من المجتهدين إما نجاة جلد المجتهدين إما تارس وكفاية تلك مجيكم وكيان أغار انت يا الجنة إمكانية في إني أقادي إمكانية إني أقادي هرا جنة خاكمية إلا دمت إتوانا شو بالاستقراء أنا فهم إيه عددا من المجتهدين فلا يتحقق الإجماع بمجتهد واحد لأن معنى الاتفاق بل الاتفاق كي معناه لا يتصور إلا بعدد من العلماء أنا فهم فأنت تجاهد هذا العلماء إن لم يوجد إلا مجتهد واحد أو اثنان في عصر من العصور لا ينعقد الإجماع الشرعي فربان هذا من الإجماع الإجماع أتوانا نقول لك هو مثال إذا صوفوا تتوانا السنغال يعني أنت أصوفوا خصوفوا خير من سنبا غاية مدينة كبار مبتا أنا فهم إغاي مني غاي ما يتوخى يان بان يان سنو سوغم إغاي لغان سنو سوغم دولة عنين إغر نارا إغنى تكسر سوغا تخسرين أخونا سنو بيجن سوانا نيانغا جمع ممان نخسر سنطان تو سوانا سنطان تو أزيب غريب كينا أبو لا أخرى نيانا يوها كم فوسان أخوليا إذن فلان أن يحدث الاتفاق من جميع ما تنظر من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي فلو اتفق أكثر المجتهدين لا يناقض الإجماع مهما قل عدد المخالفين سوغنا من جاتم رخم قوس دمبه وكثر عدد المتفقين ما هو جمان من جاتم قبو بخومه لأن الإجماع لا بد فيه من اتفاق جميع المجتهد البلاد الإسلامية وفي زمان كي مسلمة في زمان كي مجتهدين في سلسلة جموع بارك الله في سلسلة جموع في بلد معين بدخل غير ما تلده جميع مجتهد البلاد الإسلامية ولا عبرة بقول غير المجتهدين ولا. أنا مثلاً هو توقع السنغال سواء من تبقى ورأيك يكون السنغال سواء من تبقى
يوحي فوسوار بانه كان أكتر مسؤول إسلام كنا يوحي مستهزئين لكي تتعرف أنا بتوارو كله مستهزئين ولا أيضا قد قال غير المستهزئين. ثالثا أن يتوافر الاتفاق من جميع المستهزئين المسلمين في وقت الحادثة. أنا فهم اتفاق بين المغتوب من جميع المستهزئين المسلمين في وقت الحادثة. نعم فهم نعم فهم أننا خاتمنا مسلموكم مستهزئين من في اتفاق من جميع خاتمنا وانتو لو كنت بني قد إسامة خوفن بني قد في القرن الخامس أو الثالث كنت عنده أوكي إيجا. أنا فهم دروكم بروبلم بتكو أوكي إيجا برسنكم دروك بروبلم من أسوسنا باكرة مسألة فكرة الدروب من أبو جناي بري دسروب من أهار رسوغ اللي أكتا كنت نوات ربلم وخاني اتفاق من كنت نغم من أساسا الحادثة كي يدو من أساسا كيان يكون أما اتفاق من أبو من أكبر كنا من مختلف الأمصار الإسلامية في فلا أين أخذ إجماع في بلد معين ببان إدرا كنت كالحجاز والحرمين ومصر والعراق ولا أين أخذ بآل البيت وحدهم أو بآل السنة دون مجتهد الشيعة. أنا فهم كوري أو أدسوخ من دبر أدسوخ من دبر فسيرة سوانو يقولون بدار أن الشيعة من المجتهدين من المتعصبين سيرة الشيعة من المجتهدين من أكلتنا أكل بدار أن يكون مجتهدين من المجتهدين من المجتهدين من دكتورة هر شيعة من قلب غارونا نغطا دي يوها على كل حال من بدأت الكتابة أن يرينا بحثن بمكان نغطا دي أن يكون الاتفاق بإغداء كل واحد بانا بسنا بانغان دي من المجتهدين رأيها يا رأي خا بويلاندن جناكي خلط بوك انت من رايك انت بلت لجمع خلط بوك نقوكنا اسمي كنت لجمع ويا كيلو الشرط من يارونه إلاتي إلا جنان كيوانا تجد كل خوفا من السلطان أكم تبقى مدد أنا فاق مجال أنا أنا كيوانا تبقى سرقال كيوانا تبقى لأسا قدر لما كيوانا مجالا خدر لما كيوانا تبقى مرادة 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 كيوانا مثل ما هو من المقاس رافنا أنا بودي رتيك نجد من جيكا من ينمع وقلت لكن هو انت تحت سنه بخانه في كنت تحت انت تحت انت تحت كره فكان مرض كره في سنه فكان انت بك انا بس دوره جوك دي انت كان كده انا كان كده امر صور ما هذا ما هو بقول لك ده كنت كنت انا داخل لكن انا كنت اجماع اجماع سكوت اجماع صريح كنا بقى نسيب خليك اجماع سكوتي يقول لك انت خوفا من السلطان كنت كنت انا فاهم ولا كان لي خبره يلقى جمهور انت كنت تحت أفضل الجمهور بلا من يقول ثم أقدر يكون الاتفاق بإبداء كل واحد من المشاهدين رأيه صراحة في الواقعة في كده سواء كان الإبداء قولا أو فعلا ما تقول لي هذا غرصنا أنت كيف قول لك أكيد أنت أم متفرقين أم بأن سواء نقول كيف أخرج بأن سواء تقدر بريرا ينكوبا ولا خديش أم أم مجتمعين يسكفنا بين من الأخدان حضر الكل اللي قدارا يسكبه قرد لنا يقع الاتفاق من آل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة خذنا تعالى الاجتهاد هم دعاء الاجتهاد الموصوفين بالعدالة. فلذلك ما خلصت من تنزل في السلام والتعب. كانوا يقولون يقولون مرتبة الاجتهاد هنا. في الدولة يا كتبه. في الدولة يا كنترال من دولة. كلنا كل اجتهاد انت كنترنه. كل انت بيريجينا. كل انت بيجينا ربا في البنك انت بارنا. ربا في البنك انت ربا نكو في بارنا. كوانو جسو قبو لانتا حرام من دنياني. كوانو جنجر رسوخ من دولة. أنا فهم. كوانو جنجر رسوخ من دولة. أي فلاس نقاط الدولة من مخلوق جاب الله هذا مثلا هذا جاب الخط هذا مثلا مثلا هذا القلب قطع ولا بركان مثلا يرون ما رضوا من جزء ورين منه ما يجوز القرداء إذا تحب يعني أن تجيب جوجا أنا اللي مخاطر أنا مخاطر من ربنا جوجا أنت هر قمبر يجوز القرداء يجي هر قمبر هر ميجي نادي أنا جيت القرداء بعد هر تيجي قمبر يجي هذا الدكتور كده أنا مخاطر من ربنا من أقسم بالله بيننا أنت تعرف أقارن قضية جميلة أي مجال يكون هو لا الآخرة بايرو كي يقدر مخاطرة ما يقدر مخاطرة أتي يقدر قرر أن يجد أساسا جاء لناس كنبوا بيلا انتان من تادا قلبين انتا دقا بناس كنبوا بيونا انتاق بين العلماء هنا مراقصا دبر موضوع في أنا بابا أتي كي إذا خاما توانا فلان خاطرة فكي كينا كينا بنون تقوريا كينا دولا كنتورنيا ميني كي دولا كارنيا ميني كي دمينيا مخومانا كينا خر كينا فوبرو غورنيا أنا بابا Bila kerisul kawan dako li ahanan, lirin kenyataan kita kahit tahu ada, sebenarnya lihat sesuatu yang nanti datang ke
الشيخ يعتذر عنده بعض الشؤون التي يقوم بها وكذا وكذا. أبدا محاضرة ملاقات. هؤلاء إجماعهم هم أو مخالفتهم لا يعتد بها. لا يعتد بها. يرى السوري الدبانة ده سوق لك المسألة يا أخلق رجلنا بقي مصطفى الزرقاء. مصطفى الزرقاء تنيا سوق السوري وهو من التقاة الصالحين إن شاء الله الظاهرين في الدنيا وفي الملك والمال والثرف، لكن في آخر أمره رجع إلى رأي الجمهور إجماع النبريد الذي تم. أما يتم هذا الدم ومجانبة البدعة، هذا البدعة من الدلات خوف بن يسرو أشيث لنقى من الكي هذا هو بسرو من مغلق ربهم كله هم معروف كنت أني كان مواتي كنت أني بين مواتي أنا كان جافاي إذا كان يعني لا يجانب البدعة هو أهل العدالة كفي أبدا من تكون لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على ذلك. نصوص اللي بيني قرينا كون إجماع كون القرآن إما الكون أنتي كون يعني قاعد يتحدث لبرني وبي إجماع تحسني عدالة بنكون يعني بدعة بنكون بدل آية كون القرآن الله قد أنت ولا كلام في الإمام كون قد الشافع ينوى أنا ما الإمام الشافع هي قد أمرين قتنا ذاتي إجماع نكاره أتي إجماع نكاره نعم وعلم الله انا آية قريبة قرآن قلني انا توقي لنا رأي من ياسم قلتي اجماع سبت انت يعني في شافع هذا علم الله شافعيا بكم الشافعيا هذا ما يعني ترجي تهجم عبيدي والله عالم اتيم الله لمن شافع كان آية قريبة هنا من هو آية بيدا اجماع كم من في اتيام من اجم فوي الجنة انا مشافعي تاس لما اقرا آية كنو اسفر بكي خلال من مغبتوسك كلماوي بتوسك فرناه، أتانا بتوسك بلتيني، بتوسك بلتين ماركا، ويدون غير هذا كذا، كذا كذا، أتريد أي نبات، يوم تريد أي نبات. أنا مشاهد كذا ما بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم فساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين إذن يري سبيل المؤمنين كيف يكون يري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالسبات نبغى بكثيره أن الذين آمنوا بالله إذا خصوا سبيلا كمنا كله بكرة رسول ركيم شوق الله تمر من الجامعة أما القرآن أما السنة لسبيل المؤمنين فركان حجنا وإجماع كبير نعم إذن كمنا تسمى آية من ما قلت مؤمن غريبان هذا الإنسان المؤمن عدل ومجانب للبدعة كما نعرف لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على ذلك. أما العدالة فعند الجمهور جمهور النقوة فيه فلأن حكم الإجماع هو كونه ملزما فكذا كده من في الإجماع كده من كده أو كده من إيران قول توان يا كتر من صغير قصير من هذا أجمع العلماء أتابع لنا ما في توان ده كتر من خا أمر كتر من تري وتر من تنت قوة أنا عند قوة أنت خبرنا أنا كم إنما يثبت بأهلية الشهادة بس كذا خاصة بس من سيد أخون دون كافن أنا إجماع متجن كونه سرني أنا سرني بس سيد أخون كم أصله مفهوم وأهلية الشهادة تكون بالعدالة ها توان سيد أخون هذا بس يا سيد الناس كده ورا الله دالي كده ورا تارجع سرني سيد أخون فكي فوق سيدة هنا سنتي مغنطر من سنتي كما نص القرآن الكريم وأشهد ذوي عدل منكم. وأما مجانبة البدعة فإن كانت البدعة مكفرة بدعة من أن يوشاء أباسر من الكافرين من البدعة بوية سرقت من يكون في اتجاه من سلنا ولا سنتنا وكل سرين من الكافرين عقيدة النغني فصاحبها غير مسلم مسلمات فسكام الطول يعمل دون الخائر إذا نبدو في بدر ما كان فوقته ما كان صابده وإن كانت غير مكفرة من الله قلنا أنه بلاك إلا قدر مكفرة أو بلاك فهو مثال إن هذا سلنا أنت كنت نيارة بنا ولا أو أنا سلمه على برنيا نسوال برني سلم جنه وخو وزم نداه وخنيتم قرى مصودات بدعا لكن هذه البدعة ليس بدعة مكفرة بدعة فيها غسل من الكافر ودع الناس إليها برسلون في القطة البدعة أنا فهم حرق لنا البدعة تبين لك يا سيدة أمر كبير جنبك مسلمة كيف تنقل للقرآن كيف أنا هاري جناتي يقول بدرجة من سيارة فلا يعتد به هو صار كأحد بني إسرائيل صار كواحد من النصارى واليهود لا يعتبر به لذلك أنظر سرتنا من أهل البدع لكن بدع من أهل البدع غير مكفرة فهمتم؟ أنا البدع لنا كان بدع نبني بدع فروعية لنا أصولية لنا أنظر مثال كوبيني كده بو ساتا
خان بالنا ده بنا كتير بيداك خو أبى تودا نسرع خو خان تبا يبقى يا مهون ده بني برو ما يصير كمال لخا أكيد نفوق كل واحد ده بني كمال دارا يقول ده سمي تانية تل تل مينا إنترنت ده بنا خو نفوت رانتو مينا كده كمال كنا بالنا ده بنا كتير بيداك أنا كوا جاني مكاترة مين مسه كل بالنا ده بنا كتير سكتة دا دارا أتمنى تلو من تافك لماذا بالتعصب الفاصل إن دارا تا فاتن دين سواء عند دارا أو فاتن ليش دارا نتا أكلم تافك تلو أنا فاهم. أتلم تافهم كن تانو. بلا دليل. أنا فاهم. بلا دليل إن دليل خاص إن تماخ يسأل نيجي يكون دليل بيجا أو أبي داشي كندي. ولا يؤخذ في أو ولا يؤخذ بقوله في إجماع الأمة. ولا يؤخذ في شيء بقوله. ولا يؤخذ في شيء بقوله في إجماع الأمة. ولا يؤخذ في الشرع بقوله في إجماع الأمة شرعا ينقنع والله عارف وانت رجع من السريع يمكن بعد تابع دامين يجب أمتون من قبل ينكبار أنا فاهم أرى كنت أيوة لذا لا يعد خلاف الراتبة كانت راتبة مين اللي يخبار المهارات نقول الراتبة هم اللي يخبار المهارات الشيعة الراتبة من كوبني ويجي تفر زلنا أبو بكر وعمر من عثمان من كذا براي غصبر هذه الراتبة الشيعة مين يكون أنا هرب سوين دي أوسا، أدم بقى كذي نقدر شيعة نقول أنا بيجو نبغى نجاني، أنا شيعة نقول أنا جاهل مجاني، دم شيعة راتي بني نقول كم بغني، أنا فهم، راتي بني نقولني، كوا تيا كيران نقول، كوا بني كا بكر نكاني كا عثمان نكاني، إيه كوا تفسير تاني أنا تفسير إيران تشيء خايني، أنا فهمه، أتي خاتي وانتي سيدا أقول لك أنا ما خلص كوفي سيدا هم كبارين، إيه أنا ما هم كبار، بس أنا كبار أبغى كتير كي، أبغى كبار عمر كتير ما، بقول أنا كبار عمر سريع أبغى كتير كي إسكر، أبغى كتير كي نخلاف راس بني نبا، عمر كتير كي خلاف راس بني نبا، وانت خشيا أنت كنت مني، ما جاب لي، ولا خلاف الخوارج، وانت خوارج إن وانت سو وانت تقسم من في غاسو في الدنيا في إمام تعري كرم الله وجهه. أليه أنا ما هم كبار، بعدي غا خوارج عمر بعدي أليه يقدر كتير من أليه. ثم من دين أليه أفهم من المجمعين، كذي من غاد الجنة، إذا توج على مستند الشرعي، إذا توج في توج الفاصل يوم توج مقبل. في إجماعه للنفس أو قياس، وفي خلنا توج نقرأ. لأن الكتاء بدون مستند خطأ، هرجة من جوان بعدهم. ما فرجت في كذا فتوى من الله جنة وده بقول هذا هو خدتا هو مستند يا كم هذا المسلمون يعني كذا كذا دكتور لكن إذا إذا كذا كذا هو من كم آية أو سنة أو قياس صحيح ولا كذا كذا سنة كم وقول في الدين بغير علم سرنا نا فتوى دبري مستند من تمر كم في الدنيا أنا قوم بعد كم دينا نقول من تمر وهو من هي عنه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولأن المجمعين كذا إلى جنة قد ليس لهم بمحض وقولهم الاستقلال أنا فاهم. أنت تقول لي جاينا ينجر أكيد حق الكبار. ما عندك فنانس مقر استقلال. ما عندك فنانس مقر حق الكبار. أنت مين يقدر تاني كتير بيجانا لينا دخنا فيه بإثبات الأحكام الشرعية حاجة سريعة أنت في سبب مين فيها. الله جنة فهمي. به وسلم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى مستند الإجماع. طيب. أخبار بني دي خرنا إجماع كنا ولا تعرف مقرار كنت. ولا أركن لا شك منك. فهذا مثلا ما مستند من أكمل ما وشاء إجماع قاعدة تاهم في بيكم باي مدال دار أركونا في إجماع تنيانا تاهم في قمت لا بد إجماعنا في بيه أنا نمي والدليل الذي أنا دليل كده يعتمد عليه المجتهدون مجتهدون من ذاك إجماع كما فيما ثم أجمعوا عليه من كده ولا بد من توافره فيرا كمن تم كمن مغصبه كما تقدم هذا بلد مكده أو أشيء دعاني بعد ركوك مساسا فيه ملاحظة سربني كتي إجماع أنتي يركوك يا باني تي خطم من بيني كتي إجماع النبي خط لا بد للإجماع من مستند شرعي يستند إليه ما كنا في قال نعم قالوا فإن كان هناك مستند شرعي أي الدليل فالرجوع إلى الدليل لا إلى الإجماع هذا ما عدده في كندري kalau hendak beri kita ijinau yang tak boleh lihat sama, nilai entah kerana nak kata ijinau ke, nilai yang nak kata ini. Anak, nilai entah kerana nak kata ijinau ke, kita ijinau ke itu hukum hendel dia nyawa. Nanti nak hendel dia ni ke? Alhamdulillah, Allah berkat. Nampak. Kalau ini nak kata ijinau, orang ada mahu berikhtiar dengan. Ati ijinau yang beri kita bukan gaya di mustahil. Bukan tu berikhtiar dengan.
لقطب إثبات شرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثلا قلت كم قادر سريعة ناسبة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا باطل. ثم إنه يبعد عادة أولاد محق لنا لا دمع حدوث اتفاق حدوث الاتفاق مغدومين من جبت بين المستفيدين من غير طلب يوجب الاتفاق. أنا سوف أقول لكم أن الدين كان في النظرة و الاتفاق في هذا سبب بالوضع ويقصد بين الآراء لا بد أن نسموه أن من السبر وري كنا نتوحيد بانا كل اسم رأيه كلها. والمستند هو الذي يقصد آراءهم. مستند كيف إذا إجماع كتاب هناك كما دليلك هذا ما قرآنيا ما دنيا سنة ما دنيا قياسنا كنا فضل نخيط الذي يرأيه اسم بانا ويمنع تخطيهم حدود الشرع. أنا فهم أجي أجا أكبرني نها إذا ما خندن دم في التخطي من خندن دم في الدنيا سوين جنبه. وهي إن تفهم النص ولا إن تفهم النص إن أنا من نص سمع من الدنيا سوين باري سجيره هو سوين النص أي غرابة نسمع من الكتة ولا تقول من سجى من نص كي تجا من غرابة كيا. أنا فهم في المنصوص على حكمه منصوص هذا المنصوص على حكمه. المنصوص على حكمه كنيا فضل كيدا في عاشو دبت منصوص على حكمه أو رني فوبة نسان غريدا كي تنبت أنا تقول ياسم باته جن ينرى من نسان يامر دوكنا غرا نسان يامر دوكنا الزنا منصوص على حكمها في القرآن أنا سبت ستي اجتهاد بكم بيتوانو في سيسي بم من نيوات الجن ينتبار يسوبم على فهم هذا النس نسك فهم دين مهنات شكرا لك. مثلا مثلا لا تقرب الزنا تقول ان شكرا من تاوريني فوقك سرين تنتم من الزيني مهرامي مثلا كنت تقول ان شكرا على تفهم النص نصا كفاهم بيناك كنت انت رأت السريطة مثلا انقل من الناس لانا كنت عمرو تمر اي مفاهم كتبتنا كنت اجناهم غاني نصر واستنباط الحكم أدو توان الناس مخانا كيتم بغندي من المنصوص عليه منصوص عليهم كما فهو نفسا براك بإساطة القياس أنا فهم القياس ما ومكن لنا على المنصوص عليه إنا قياس بغير منصوص عليهم كما بمعنى كيد نفسا براك من قياس ما بغير أكيد كرم بغندي أدو تطبيق قواعد الشريعة نسينا الزمو أنا نقول ما سريان قائد أيضنا ترينج يسود من أن تدور مناري مثلا هذه قاعدة شرعية يسود من أن تدور مناري حرام كيف يسود على تطبيق هذه القاعدة الشرعية طيب والتزام مبادئها العامة